كثيرا ما يتكرر السؤال عن طريقة تقييم وتسعير منتجاتنا اليدوية عند بيعها والربح منها، وفي هذا الفيديو سأقدم إجابة بسيطة عن هذا السؤال، خليكم ويانا. أهلا بكم أصدقائي، معكم محمد من سبارتا سي إن سي وركشوب، واليوم سأقدم دراسة مختصرة لطريقة تسعير المنتجات اليدوية. وبشكل عام هناك 5 عوامل أساسية لطريقة التسعير، وهي التكلفة الأولية، الجهد، الوقت، الإعلان أو الترويج، والتوصيل. التكلفة الأولية وهي تكلفة المواد المستهلكة، ويتم من خلالها حساب تكلفة المواد الأولية الأساسية وحساب تكلفة المواد الثانوية كالإكسسوارات وأدوات التغليف وحساب مصاريف تجهيز مواد العمل كوسيلة النقل والبريد إذا يتم شراؤها من مواقع الإنترنت، حساب تكلفة مقومات العمل كالكهرباء إذا يتم استخدام أجهزة كهربائية وإيجار مكان إذا وجد والخدمات الأخرى. ثانيا الجهد، ومن خلاله يتم حساب الطاقة الجسدية والحالة الصحية للشخص، فهنا يتم استهلاك مضاعف للظهر والرقبة واليد والعين وتعريضها لمخاطر إصابة العمل. ثالثا الوقت، وهنا يتم حساب الفترة الزمنية المستهلكة لإنجاز كل سلعة حتى النهاية. رابعا الإعلان أو الترويج، وهنا يمكن استخدام منصات التواصل الاجتماعي كبيجات الفيسبوك والإنستغرام وغيرها بالطريقة المجانية، أو يمكن الترويج بميزانيات محددة حسب إمكانيات صاحب المشروع. خامسا وأخيرا وهي توصيل السلعة للزبون، وما يتم ذلك بالطريقة المباشرة، أي تسليم السلعة يدا بيد للزبون أو عن طريق البريد. ومن الملاحظات التي يجب أخذها بعين الاعتبار ليتم البيع بطريقة ناجحة، هي أولا أخذ فكرة مبدئية عن أسعار المنتجات المشابهة والبيع بسعر مقارب. ثانيا العرض والترويج بالوقت المناسب من السنة كأعياد رأس السنة أو الهالوين أو وغيرها، وأيضا المناسبات الدينية كشهر رمضان والأعياد، وصناعة أعمال تلائم هذه المناسبات، وبالتأكيد يتم الترويج قبل فترة زمنية جيدة من المناسبة. أصدقائي، جميع التكاليف التي مرة شرحها يمكن السيطرة عليها وتقليلها باتباع 5 خطوات أساسية، وهي زيادة الإنتاج، أي الإنتاج بالجملة، وهذا يقلل من الكلفة الإجمالية. ثانيا شراء المواد الأولية بأنسب الأسعار، أنسب وليس أرخص، فيجب مراعاة واستخدام المواد بجودة عالية، الحرص باستخدام المواد الأولية والاستخدام الصحيح لتلك المواد، واستخدام أدوات وأجهزة العمل بحرص وانتباه لتجنب تلفها. وفي الختام أود أن أوجه كلمة للزبون الكريم، فأنت عند شرائك للوحة أو منحوتة يدوية فإنك لا تدفع ثمنها وحسب، بل إنك تدفع ثمن ساعات من العمل الدؤوب، ثمن عدة محاولات لجعل هذه الأعمال تصلك بهذا الشكل الجميل، بالإضافة إلى أنك تساهم في تطوير مشروع بسيط قد يكون مصدرا مهما لرزق صاحبه، وبالتأكيد التشجيع المعنوي الذي تقدمه لصاحب المشروع، وهذا هو الأهم. أرجو أن قد وفقت لتقديم بعض الملاحظات المفيدة. شكرا لمتابعتكم، تقبلوا تحياتي وإلى اللقاء.